بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 13/10/2020 من مجزر البساتين بالقاهرة، تتواصل رحلة الخير والعطاء لجميع محافظات الجمهورية. من مجزر البساتين سيتم توزيع 12 طن على المحافظات الآتية: القاهرة 3 طن، الجيزة 3 طن، الفيوم 3 طن، بني سويف 3 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر رعاية، والله الموفق لما يحب ويرضى.